السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مقاصد. نبحث في هذا اللقاء أسس النهضة الإسلامية ومدى الارتباط بين قيام أي نهضة إسلامية ممكنة بالأخذ من الحضارة الغربية، كما يتطرق الحديث إلى معوقات أي نهوض إسلامي بالرغم من الجهود التي بذلت. للحديث في هذا الموضوع يسعدني الترحيب بضيف الحلقة الأستاذ هشام البدراني، رئيس مؤسسة العبادلة للدراسات التطويرية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أستاذ هشام. أهلا وسهلا، يا مرحبا بكم. بداية، هل ثمة مفهوم أو معنى أو تعريف محدد وواضح للنهضة، أم أن ثمة هنا تعدد في المفاهيم والمعاني والتعريفات؟ وما هي النهضة في نهاية المطاف؟ نهضة أي أمة من حيث المبدأ؟ شكرا. في البداية نقول أن هناك قطعا تعريف محدد للنهضة، ولا بد أن يكون هناك تعريف وإلا لا تكون نهضة. ولكن نتطرق قبل هذا التعريف إلى أن المفهوم الشائع للنهضة هو التقدم العلمي والتقدم التكنولوجي، هذا ما شاع في زماننا وعصرنا الحاضر. ولكن هذا المفهوم يحتاج إلى صقل وتوضيح حتى ينجلي الأمر أمام الجمهور، أن النهضة فيها جانبان: الجانب العلمي الشائع، ولكن الجانب الأهم والأكثر أهمية من الجانب العلمي هو الجانب الحضاري. أن النهضة لها فلسفة، فلسفة النهضة، وهناك واقعية النهضة. النهضة ترتبط بالحضارة، النهضة ترتبط بعقيدة الأمة، النهضة ترتبط بالأفكار التي تؤمن بها الأمة. فإذا كانت هذه الأفكار راقية، هذه الأفكار متجددة، فيها قابلية الحيوية، فيها قابلية العطاء، التعامل مع المستجدات الحياتية، هذه النهضة ستستمر حتما. ولكن الإشكالية بين أن تكون هناك مقاربة بين الحالة الفلسفية للنهضة والحالة الواقعية التي تعيشها الأمة. هذه النقطة المقاربة مهمة جدا، ولذلك أنه في تعريف النهضة أو مفهوم النهضة وتحديد هذا المفهوم، أنه لابد من الرجوع إلى أن النهضة مقترنة بالفكر، فكلما ارتقى الفكر في الأمة كلما كانت هذه الأمة تسير سيرا طبيعيا باتجاه الرقي، اتجاه النهضة. النهضة هي القيام، القيام بالشيء، ولكن القرآن الكريم ربط النهضة بالفكر. قال: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. وقال رب العزة: الذين يتفكرون في الدنيا والآخرة. فربط وجود الإنسان، تقدم الإنسان، تقدم المجتمع، تغير حال الأمة بالفكر. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا من جهة الارتقاء. وبنفس الوقت إذا كانت الأمة تعاني من حالة الهبوط والتدني بالأفكار، فإن الله عز وجل جعل هذا من مخاطر النهضة ومن عوائقها. قال: إن الله لم يكن الله مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تغيير ما في النفس في الأولى والثانية في الآيتين هو تغيير الأفكار، تغيير المفاهيم عن الحياة، عن الأشياء. هذه القيم المعرفية الأخلاقية، كما يقول ابن رشد أنه سياسة الأمم تقوم على الأخلاق والأعمال. فهذه الأخلاق هي مفاهيم الإنسان عن الحياة، المفاهيم والمقاييس والقناعات التي آمن بها وجعلها معيارا لكل شيء، معيارا فكريا، معيارا سلوكيا، معيارا نفسيا. فالنهضة تقترن بالفكر، لا شك في ذلك. ولذلك عرف العلماء أنه النهضة هي الارتفاع الفكري، والارتفاع الفكري هو الرقي، وليس مراد ارتفاع فكري أي ارتفاع، وإنما الارتفاع الفكري الصالح الصحيح. قد يرتفع الإنسان فكريا ولكن ويكون صالح لبناء الحياة، ولكنه غير صحيح من حيث المعتقد الإيماني ومن حيث النظرة إلى الحياة، إلى الكون، إلى الإنسان، إلى العالم، إلى المجتمع. فوجدت فلسفات نهضوية وصالحة غيرت العالم، كالفلسفة المادية، كالفلسفة المثالية،
الرأسمالية الليبرالية، ولكن هذه الفلسفة خربت العالم. يعني كيف تكون صالحة وغير صحيحة؟ صالحة بأنه يمكن الإنسان أن يتبناها وينظر من زاويتها إلى الحياة، ولكنها غير صحيحة من حيث ملائمتها لفطرة الإنسان، لا تقنع العقل تماما ولا تملأ القلب طمأنينة. ولذلك شاع مرض العصر في منذ أكثر من 200 سنة أن مرض العصر القلق، القلق النفسي، لأن العقيدة المثالية أو الليبرالية أو الفلسفة المادية أدت بالإنسان إلى انهيارات كثيرة نفسية. بينما عاش المسلمون قرونا من الزمن، أكثر من 1000 سنة، المسلمون ليس عندهم أمراض نفسية، هناك أمراض ربما سلوكية، ثغرات في السلوك، هناك تدني وانحطاط، وهناك رقي وتقدم، وهذا ارتبط بفلسفتهم عن الحياة الصالحة الصحيحة، صالحة للحياة تطبيقا، صحيحة كونها تلائم فطرة الإنسان، تقنع العقل، تملأ القلب طمأنينة. هذا المعيار مهم جدا للنهضة الصالحة الصحيحة. ولذلك قلنا أن النهضة ممكن أن تكون علمية وممكن أن تكون حضارية، ولكن ليست كل نهضة صالحة صحيحة. فالنهضة الصالحة الصحيحة الرأسمالية نهضة صالحة ولكنها غير صحيحة. الشيوعية حين كانت قبل أن ينتهي الاتحاد السوفيتي كانت صالحة ولكنها ليست صحيحة من حيث العقيدة، نظرة الكلية عن الكون والإنسان والحياة وما قبل الحياة الدنيا وما بعدها. فكانت تفسيرها، فلسفتها في الحياة غير صحيحة، باطلة. ولكن الناس وأمم وشعوب تبنوا هذه الفلسفة، فصارت لهذه الفلسفة وجود حضاري معين اللي هو الاتحاد السوفيتي للشيوعيين، وهو الدول الليبرالية أو الرأسمالية في العالم المسيحي قديما الذي صار العالم الغربي حاضرا. فلذلك هناك فلسفة للنهضة وهناك واقعية للنهضة. نعم، يعني أستاذ هشام تحدثت عن ما يمكن أن نسميه صفات النهضة، أن تكون صحيحة وموضوعية وصالحة، لكن قبل ذلك ربما هناك مفاهيم تشتبك في علاقة بينية فيما بينها. نتحدث هنا عن الوعي والمعرفة والحضارة بشكل عام، أو النهضة الحضارية. ما ترى توبية العلاقة وطبيعة العلاقة بين هذه المفاهيم الثلاثة؟ قطعا أن النهضة ترتبط بالوعي، سواء وعي الأفراد أو وعي الجماعات والأحزاب والمنظمات أو وعي الأمة أو وعي السلطة. الوعي في هذه الجهات الأربعة مهم للنهضة، ولا بد أن يقترن هذا بشكل منسجم في هذه الجهات الأربعة: الفرد، الجماعات، الأمة، السلطة. لا بد أن يقترن هذا الوعي بشكل متجانس، متناسب، متناسق فيما بينها. فبالتأكيد أن والوعي له مفهوم محدد، سواء إذا أخذنا بمفهومه التجريدي، الوعي هو الإدراك المركز كما يقول الراغب الأصفهاني في المفردات. الوعي هو الإدراك المركز، ومعنى الإدراك المركز أن نتعامل مع الأفكار التي آمنا بها بشكل عملي، بشكل موضوعي، بشكل منتج. هذا معنى الإدراك المركز. ولذلك عرف بعضهم الوعي، وعند المسلمين وغير المسلمين أيضا، أنه عرف الوعي هو النظر إلى الواقع من زاوية المبدأ الذي يؤمن به الإنسان لتدبير شؤونه ومعالجة مشكلاته وحل قضاياه، بحيث أنه يكون هذا الأمر عند الإنسان متوازن بخط مستقيم، سواء كانت عقيدته صالحة صحيحة أو كانت عقيدته فاسدة باطلة. هذا الأمر لابد أن يقترن بالوعي. أما ارتباط النهضة بالحضارة، فبالتأكيد أنه لا يمكن أن يتصور نهضة من غير أن تنتج حضارة. عن المعرفة، المعرفة نعم، أيضا المعرفة لابد أن ننتبه إلى شيء في النهضة. النهضة حين نقول هي الارتقاء الفكري، لابد هنا الارتقاء الفكري أن يتحول من تصورات إلى مدارك، مدارك ملموسة عند الفرد، عند الجماعة، عند المجتمع والأمة، عند السلطة. لابد أن يتحول إلى شيء ملموس، سواء تصديقا أو تسليما. فالمعرفة هي الإدراك السليم لمعاني الحياة، لمعاني العقيدة، مثلا الإيمان بالله عند المسلمين واليوم الآخر، الإيمان بالرسول والرسالة والنبوة، الإيمان بالملائكة والتشريع الإسلامي. هذا الإيمان لابد أن يتحول إلى معرفة، لا يبقى في مجال التصورات حتى ينتج الحضارة.
فلذلك الوعي والمعرفة والحضارة أمور مقترنة مع بعضها. وأحب أن ألفت الانتباه في هذا المجال إلى أن النهضة لا يمكن أن تكون فردية، متعلق النهضة أن يكون في الأمة والجماعة والمجتمع، وهكذا تدور عجلة النهضة في الجماعة، ولكن الفرد فيها نواة عندما يصلح لجزئية الجماعة، عندما يصلح لعضوية المجتمع، بأن يكون هذا الإنسان كيف يكون صالحا، يكون عنده فكر مستنير، يكون عنده فكر عميق، يكون عنده إدراك سليم، عنده إدراك مركز، يحول التصورات عن المعلومات التي اعتنقها، يحول هذه التصورات إلى معارف تصديقية أو تسليمية، يتعامل معها بشكل أنه مؤمن بها، مسلم لما اعتنقه، واثق من نفسه في ذلك. وإذا كانت هذه الثقة مهتزة، فاعلم أن هذا الإنسان بدأ في صلاحه ثلمة، أو بدأ على صلاحه شيء يجعله دون التقدم، دون الرقي، دون أن يكون هذا الإنسان إنشائيا بالفكرة أو إنشائيا في التنفيذ. لذلك عندنا مشكلة الآن بين النظرية والتطبيق، بين الفلسفة والواقعية. فالآن تفكير كثير من الناس أو تفكير حتى النخب هو تفكير مجرد عن الواقع، تفكير جامد، تفكير يتلقى الموروث بشكل تلقيني لا بشكل تلقي معرفي. هنا يكون عندنا مشكلة في الارتقاء الفكري لا محالة، وهذا سنبحثه أيضا بمزيد من التفصيل. لكن قبل ذلك تحدثت عن الوعي، لا أدري إذا كنت يعني أرجو أن تصحح لي إذا ما فهمت خطأ. أفهم من كلامك أستاذ هشام بأن الحضارة، النهضة الحضارية، هي منتج أو طابق ثالث لطابقين يسبقانه، وهو المعرفة، الوعي ثم المعرفة. نعم، بعد ذلك. هذا الفهم جدا صحيح. وهناك لابد أن نقول قبل الوعي، حتى يوجد الوعي هناك طريقة لإيجاد الوعي. هذه الطريقة هي تحريك عملية العقل. هذا ما كنت أريد معذرة أن أسألك عنه، يعني بالنسبة للوعي، كيف يتشكل الوعي من حيث الوسائل والآليات، عوامل تشكل الوعي لدى أي فئة من الناس، قبل أن ندلف إلى الحديث عن أسس النهضة الإسلامية؟ هنا لابد من الإشارة إلى نقطة حتى نأتي إلى ما تفضلت به من السؤال، أنه لابد أن نشير أن الإنسان يتصرف في الحياة بحسب ما عنده من مفهوم عنها، وسبب هذا المفهوم هو الأفكار. الأفكار سواء التي تلقاها من الأبوين، من المجتمع، أو تلقاها بطريقة التعلم والدرس. هذه الأفكار التي تلقاها تشكل أسس وأصول لمعاني عن الحياة، لمعاني عن الأشياء. فالإنسان حين ينظر إلى الأشياء التي عنده مفهوم المحبة عنها، يتصرف تجاهها بطريقة تختلف عن الأشياء التي عنده مفاهيم الكره أو البغض عنها، أو أنها غير ملائمة أو غير مناسبة. لذلك عندما نريد أن نرتقي بالأفكار، لابد أن نرتقي بسلوك الإنسان، لابد أن نوجد الأفكار عنده أولا. لذلك هنا نأتي إلى النقطة التي أشرت إليها لإيجاد الوعي، أن الطريق الوحيد لإيجاد الوعي هو يمر بمستويين. المستوى الأول إيجاد الأفكار عن الحياة الدنيا، عن كل مفردات الحياة، سواء الحياة الاجتماعية، الاقتصادية، الحياة الأداب الشرعية عندنا أهل الإسلام، الحياة السياسية، كل مناحي الحياة. لكن هذه الحياة، عن الأفكار عن حياة الدنيا، حتى توجد بواسطتها المفاهيم الصحيحة عنها، حتى تكون منتجة، هنا يأتي دور الوعي. لابد إيجاد الوعي، لكن كيف يوجد الوعي؟ أن يكون هنا منطقة التفكير عند الإنسان تؤسس على أساس ثابت. هذا الأساس هو القاعدة، العقيدة الإسلامية، وتلكي تتشكل منها القاعدة الفكرية، المرجعية يعني. المرجعية الفكرية الذاتية، ليست مرجعية أشخاص أو مرجعية أهل علم، لا. الإسلام يشكل الإنسان بذاته، أنه يوجد عنده العقيدة. هذه العقيدة حين يحملها الإنسان بشكل إنشاء ارتقائي، بشكل فكري، حين يحملها تتحول عنده إلى قاعدة فكرية ينظر من خلالها. حين يستعمل هذه القاعدة الفكرية في تكوين الأفكار، إنشائها، وفي تكوين المشاعر اتجاه الأشياء، أن يكون عنده الحب لله والكره لله، عنده القرب لله والبعد لله، عنده حين يكون هذا التفاعل، هنا تتحول القاعدة الفكرية من عقيدة إسلامية إلى قاعدة فكرية، إلى قيادة فكرية.
لذلك فلسفة النهضة تقوم على ثلاثة أشياء. من منظور إسلامي؟ لا، من منظور عام. من منظور عام. منظور عام. تقوم على ثلاثة أشياء: القاعدة الفكرية أو القيادة الفكرية، القيادة السياسية، إرادة الفرد والجماعة والمجتمع. الإرادة التطلع للسيادة، التطلع للأنفة، التطلع للعزة، التطلع للكرامة. ففلسفة النهضة تقوم على هذه الثلاثة أشياء، ولكن أهم ما فيها هو القيادة الفكرية، لأن إذا حددنا القيادة الفكرية بشكل صحيح سوف نتعامل مع القيادة السياسية بشكل نقي صافي. قيادة فكرية بشرية أم نظرية هنا تتحدث؟ لا، هنا القيادة الفكرية فكرية، صفتها فكرية، هي العقيدة وما ينبثق عنها. ولذلك حددها الإمام البسنوي المتوفى سنة 478 في كتابه الأصولي، كتاب كشف معرفة، يسمى المشهور كتاب الأصول البزدوي. هذا الكتاب يحدد في مقدمته مشروع النهضة ومشروع الحضارة، ويسميه المشروع، هو الإمام البزدوي. يحدد القيادة الفكرية أنها على ثلاثة أقسام. أولا المشروع به، وهو الفروع العملية، أنظمة الحياة، الحلال والحرام، أحكام الوضع وأحكام التكليف، كل مفردات الإسلام الفروعية المبنية على علم التوحيد، على علم العقيدة الإسلامية، يسميها المشروع به. الآن نحن نسمي المشروع الحضاري، المشروع النهضوي، المشروع الثقافي. هذا القسم يقول مهم جدا أن نعرف تفاصيله. النقطة الثانية في القسم الثاني للمشروع الحضاري أو النهضوي يقول أن نتقن هذا المشروع تعلما، أن نتقنه وفق ضوابطه، لا وفق إرادتنا أو وفق أهوائنا، وإنما وفق ضوابطه الأصولية. القسم الثالث يقول أن نتقصده للعمل به لا للعلم المجرد. ثلاث أمور تحدد كينونة القيادة الفكرية. هذه الكينونة للقيادة الفكرية هي بالتأكيد كما كان يسميها العلماء سابقا، أنه علم التوحيد أو علم العقيدة وأصول الدين، وعلم الفقه والفروع. هذان العلمان هما القيادة الفكرية في الإسلام، ولكن كيف يتحولان في ذهن الفرد والجماعة والمجتمع والسلطان إلى قيادة فكرية؟ لابد من تأسيس المعرفة أولا بهما، معرفة تفصيل، معرفة علم، معرفة إتقان، معرفة إيقان، إيمان، معرفة ليس معرفة مجردة، ثم تحويله إلى أن يتحول إلى ناحية، أن يتقصد إلى الضبط، بحيث أنه لا يدخل أو يتسلل إليه شيء غيره. النقطة الثالثة كما أشار البزدوي رحمه الله أن يكون هذا للعمل، فهنا تكون القيادة إرادة الفكرية، التطبيق. إرادة التطبيق، لا إرادة العلم مجرد. ولذلك مشكلة العصر الآن في الأفراد والجماعات والأحزاب والمنظمات والأمة والسلطان مشكلة استبداد، ومشكلة عجز أمام هذه المعرفة. طيب، أمام هذه المعرفة. طيب، قبل الحديث أيضا عن المشكلات، ربما هذه نؤخرها إلى المحور الثالث للحديث عن المعوقات، الأسس الواجب توفرها لقيام أي نهضة إسلامية ممكنة. لو رسمت لنا خريطة هذه الأسس التي ينبغي أن تبنى عليها أي نهضة إسلامية ممكنة. الله عز وجل رسم هذا الطريق بآية قرآنية، أن الله عز وجل يقول: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. إذن هناك الرسم لهذا الطريق والخط المستقيم لهذا الطريق، يبدأ بالغاية والأهداف، أن الطريق يجب أن يكون مصدره الوحي، ولذلك بدأه: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة. فإذا جئنا إلى الكتاب فهو الرسالة، الحكمة هو التطبيق، والنبوة بعده هو ملة التطبيق، منهج التطبيق، أن يقول للناس كونوا عبادا لي. العبودية يجب أن تكون لله، فليس هناك تأليه لبشر. فطريق النهضة يبدأ هكذا، ثم هذا الهدف مرسوم، ولكن طريق الوصول إلى الهدف كيف؟ بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. والربانية يعرفها العلماء،
كما يعرفها ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، أو الإمام الطبري في التفسير وغيره، والإمام القرطبي وغير كثير كل العلماء تقريبا، أنه من يجمع خمسة خصال. الربانية، الرباني هو الذي يجمع خمس خصال. أولا العلم، كما قال البزدوي، العلم بالمشروع به، المشروع الحضاري والمشروع النهضوي. اثنين الفقه في العلم، أن يكون هذا مثل ما قال الإتقان، معرفة الواجب، واجب الوقت. النقطة الثالثة الحلم، أن يكون حليما، سواء على مستوى الجزء الفرد أو مستوى يكون جزئية صالحة في الجماعة، أو يكون عضو صالح في المجتمع، أو يكون أميرا أو عالما. النقطة الرابعة أن يكون حكيما، يضع الأشياء في مواضعها. النقطة الخامسة أن يجمع إلى كل هذا البصر في السياسة. فإذا القصد من التعلم والدرس الوصول إلى الربانية بهذه الصفات الخمس. لكن الربانية قد تكون مظهرا من مظاهر، أو يعني صفة من صفات الحضارة الإسلامية. ماذا عن الأسس؟ هل تنبغي، يعني هل يمكن القول بأن العبودية المحضة لله هي أساس من أهم أسس الحضارة الإسلامية؟ العفو، حين نقول الحضارة دائما، حين نطلق كلمة الحضارة نطلق على الجماعة لا على الأفراد. يعني الفرد قد يسمى حضاري أو مدني، ولكن الحضارة دائما هي المفاهيم عن الحياة، هي طبيعة السلطان، طبيعة نظام المجتمع، هذا هو الحضارة. يعني مجموع المفاهيم عن الحياة التي هي في مجال التطبيق. بحسب ما فهمت منك يعني أستاذ هشام، بأنها الحضارة هي المنتج العملي لمجموعة الأفكار التي آمنت بها هذه الأمة. نعم، عندما تمارسها الأمة. نعم، لكن بالنسبة للأفراد نسميها ثقافة. نعم، بالنسبة للجماعات أيضا نسميها ثقافة، ولكن نسمي المشروع الحضاري في الدعوة والتبليغ، المشروع الحضاري في الكفاح والصراع، المشروع النهضوي الذي الأمة استجابت له. أما من حيث أسس الحضارة الإسلامية، هو أن تتبنى الأمة أو تأنف ما تبنته الأمة في سابق عهدها من المشروع الإسلامي لإعادة تطبيقه في الوجود ولإقامة شرع الله في الأرض. هذا هو المشروع الحضاري. أما هذا المشروع الحضاري كيف يأتي؟ أساسه المشروع النهضوي. المشروع النهضوي الذي يبدأ بالفرد حين يجلس في حلقة الدرس والتعلم، لكي يكون جزئية صالحة في جماعة المسلمين، ويكون عضو صالح في مجتمع المسلمين أو مجتمع الإنسان عامة، حتى لو كان في مجتمع غير إسلامي. هذا الأمر ضروري جدا، لأن هذا المشروع الحضاري هو الذي ينتج، أو ينتج المشروع النهضوي الذي ينتج المشروع الحضاري. ولكن كيف ينتج المشروع النهضوي؟ بالوعي. الوعي يقوم على إرادة صحيحة لها مرتكزات ولها فلسفة. فلسفته كما أشرت وجود ثلاثة أشياء: القيادة الفكرية، وهذه موجودة في المشروع الإسلامي في الكتاب والسنة، وعلم العلماء وفقه الفقهاء وتفكير المفكرين، الموروث الفكري والتجديد. الآن نحن بحاجة إلى التجديد، نحن بحاجة أن نحرك الجامد ونجعله ليس مرنا كما يفهم الحداثويين، ولكن نجعله فعلا في حالة تجدد، يتعامل مع الواقع كما هو بما يجب، أي كما عرف العلماء الفقه، هو معرفة الواقع بين الخلق على طريقة ما يجب من الشرع. لكن أستاذ هشام، قبل أن أذهب إلى الفاصل، لو أجملت لنا، يعني هل ثمة تباين في أسس النهضة عند النهضة الإسلامية وقريناتها أو ما شابهها من أسس في حضارة أخرى؟ يعني هل ثمة تباين أم أن الأسس واحدة سواء في النهضة الحضارية الإسلامية أو في نهضة الأمم الأخرى؟ قطعا هناك ليس تباين، هناك فرق شاسع، بون شاسع بين الحضارة المشروع النهضوي الذي ينتج الحضارة الإسلامية والمشروع النهضوي الذي أنتج الحضارة الغربية مثلا. لو أجملته لنا. هذا المشروع هو العقيدة، هو المبدأ، المبدأ الذي هو العقيدة وما ينبثق عنها من نظام، الذي هو علم التوحيد وما ينبثق ويتفرع عنه من علم الفروع والفقه. هذا البون الشاسع بيننا وبينهم. لذلك أنه نجد أن القانون الحضارة الغربية تقوم على المشروع النهضوي الذي يستند إلى العقيدة فصل الدين عن الحياة والقوانين الوضعية، وأنه المشروع الحضاري الشيوعي كان أنه قام على نظم الاشتراكية
بأنواعها والعقيدة الماركسية. أما المشروع الحضاري الإسلامي فيقوم على أساس وأصل. الأساس هو علم التوحيد أو علم العقيدة الإسلامية وأصول الدين وتصحيح النية للفرد وللجماعة والمجتمع والسلطان، وعلم الفقه والفروع وشروط علم الفقه كما ذكرها البزدوي رحمه الله وذكرناها آنفا، ثلاثة أقسام. إذن الفرق كبير، ولكن الفاعلية هناك أمر إنساني وهناك أمر ثقافي وفكري وحضاري. الأمر الإنساني قابلياتنا البشرية تستوي بالفطرة، ولكنها تتميز بطبيعة الفكرة. نعم، يعني الحضارة الإسلامية أسسها سماوية في المنطلق والمآل، بينما الحضارات الأخرى ربما تكون يعني أرضية. هل هذا صحيح؟ ولنقل ليس سماوية، أو كما أطلق إن هو إلا وحي يوحى ربنا. إنما أنذركم بالوحي. نعم. إذن هناك الوحي وهناك العبقرية. النظم الأخرى الحضارية، لا نقول نظم أنشئت من خرافة أو أنشئت من تقليد أو تفكير جامد، لا هي أنشئت من تفكير مبدع وخلاق وعبقرية، ولكنها ليست من وحي. وأكيد الفكر الذي ينشأ من وحي غير الفكر الذي ينشأ من عبقرية، والفكر الصالح الصحيح هو الذي ينشأ بالوحي، والفكر الصالح الباطل هو الذي ينشأ بالعبقرية وإن كان بذكاء خارق وليس عاديا. نعم، وهنا ربما نأتي إلى الحديث عن العلاقة بين قيام أي نهضة إسلامية ممكنة وبين الحضارة الغربية المسيطرة عالميا الآن، لكن لو أذنت لي بعد الفاصل نتوقف مع فاصل قصير ونعود بعده لاستئناف الحديث. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن أسس النهضة الإسلامية، والحديث دائما مع الأستاذ هشام البدراني. أستاذ هشام، في مسألة النهوض الحضاري للمسلمين وما نقرأ ونتابع ونرى ربما آثاره العملية على الأرض من ما سماه بعض الفلاسفة الغربيين بالتحديد الأمريكيين، هو قضية الصراع الحضاري، صراع الحضارات، صراع تغليب المنطق الحضاري لدى كل أمم من الأمم على الأمم الأخرى، وهذا نلحظه يعني على أرض الواقع. هل ينبغي أن تقوم أو أن يقوم المشروع النهضوي الحضاري الإسلامي على رؤية فلسفية تقوم على القوة حفاظا على المكاسب الحضارية وحفاظا على الذات والهوية الإسلامية، أم ليس بالضرورة ثمة مسار آخر ينبغي أن تنشأ عليه النهضة الحضارية الإسلامية؟ إذا قلنا الحضارة، المشروع الحضاري والمشروع النهضوي، المشروع النهضوي في الإسلام يقوم على الإقناع، ولذلك في الأقسام الثلاثة أنه أولا معرفة المشروع به، الإتقان له والاقتناع به بوفق ضوابطه والإيمان به، ثم العمل. فهنا يكون المثال مثال إقناع. ولذلك في العمل الإسلامي أو العمل الجماعي الإسلامي يعرف تعريفا محددا، وهو أخذ انقياد الجمهور إلى خير أمرهم بطريقة الإقناع. هذا المشروع النهضوي طريقه الإقناع، وليس فرض الرأي أو التسلط أو تجهيل الآخر أو التهمة الآخر أو الفرض عليه الأمور بالقوة. الأمر ليس كذلك. نعم، في المشروع النهضوي هناك قوة. المشروع الحضاري لا، مشروع النهضوي. نعم. ما زلت في المشروع. نعم. النهضوي هناك قوة، ولكن هذه القوة في المشروع النهضوي هي قوة الإقناع بالدليل، قوة الإقناع بالحجة، قوة الفكرة. قوة الفكرة، قوة الفكرة قوامها وأصلها أمران. الأمر الأول أنها تخاطب العقل للإقناع بالحجة. الأمر الثاني أنها تتجاوب مع النفس، مع الشعور الداخلي، مع الفطرة بالنسبة للإسلام، بأنها أسئلة العقدة الكبرى أو الأسئلة الفلسفية تسكت عند الإنسان. كل إنسان بالفطرة عنده سؤال، كل الناس الآن المشاهدين يسمعون عندهم بالفطرة أسئلة، من أين أنا؟ لماذا أتيت؟ لماذا الله خلقني؟ هذا لا أحد يجاوب عليه
من الفلسفات غير الإسلام. ولذلك الجواب على هذه الأسئلة مسكت لها بشكل مسكت لها بالعقيدة الإسلامية. هذا الإسكات لها لا يمكن أن يكون إلا عن طريق إقناع العقل. فلذلك هذا شعرة الميزان، العقيدة الإسلامية تجاوب على أسئلة الفطرة بمعايير العقيدة الإسلامية، بأفكار العقيدة الإسلامية وأدلتها. فمن هنا المشروع النهضوي أخذ طريق القوة ليس بفرض الرأي، وإنما بالإقناع، بالتجاوب مع فطرة الإنسان، بإقناع العقل وملء القلب طمأنينة. هذه القضية مهمة جدا. أما المشروع الحضاري، المشروع الحضاري يقترن بالسلطة، يقترن بإقامة الحق، والحق لا يقام إلا بالقوة كمشروع سلطة. ولذلك السلطة تسمى قوة التنفيذ. الآن ليس هناك سلطة في العالم ليس فيها قوة تنفيذ. هذه قوة التنفيذ الشرطة، وإنما الجيش. قصدت من سؤالي أستاذ هشام يعني النفس العام لهذه الحضارة، مثلا الحضارة الغربية الآن تقوم على منطق مبدأ القوة، يعني ومبدأ التوسع بالقوة. يعني هذه الرؤية التي قصدتها من سؤالي، هل الحضارة الإسلامية، أي نهضة حضارية إسلامية ممكنة مستقبلا، ينبغي أن تكون على فلسفة من القوة في مجال الصراع الحضاري بين الأمم؟ بالتأكيد أن الحضارة الإسلامية قامت وجربت، وليس كالحضارة الغربية أو الحضارة الشيوعية المنقرضة. الحضارة الرأسمالية الغربية الآن منذ بدأت إلى الآن هي قائمة على الحروب، قائمة على طحن شعوبها الأوروبية في البدء، وطحنت العالم المسيحي، بل قضت على ديانات، قضت على الديانة الكاثوليكية، قضت على الديانة الأرثوذكسية، لم تبقى كما كانت، وظهرت الديانة البروتستانتية. فكانت هذه الحضارة مبنية على انقراض الديانات الأخرى والعقائد الأخرى، بينما الإسلام جرب في التاريخ، وحين يطبق النظام يطبقه بسلطانه، ولكن ليس بسلطان القوة وإنما بقوة السلطان. هناك أحكام، قوة السلطان هي نظام، مثل نظام العقوبات في أي نظام، هناك تشريعات، أنه مخالفات، جنايات، حدود إلى آخره، تعزيرات، وهذا موجود في أي نظام حضاري، لكن ليس هذا بمعنى سلطان القوة. قوة السلطان غير سلطان القوة، قوة السلطان نظام. فالإسلام فيه قوة السلطان كأي حضارة أخرى، لكن الإسلام لا يمارس سلطان القوة إلا في حالة استبداد الأمراء، وهذا الاستبداد للأمراء لم يكن في الخلافة الراشدة، وحتى زمن الخلافة الملك العضوض لم يمارسوا الاستبداد بشكل عام، وإنما في بعض الظروف مارسوا الاستبداد، ولكن بشكل عام مارسوا إساءة تطبيق الإسلام. وهناك فرق بين إساءة تطبيق الإسلام وبين الاستبداد المطلق. الآن الرأسمالية تمارس الاستبداد المطلق، لأنها حين لم تقنع الشعوب التي لم تؤمن بعقيدتها، سواء عقيدتها السياسية أو عقيدتها الدينية، استعملت أسلوب القوة، حطمت المدن، هذه فيتنام، هذه أوروبا بزمن الحربين العالمية الأولى والثانية، هذه الآن ما يشهده بلاد المسلمين من مآسي ومعاني وتدمير وخراب، لأن المسلمين لم يقبلوا بهذه الحضارة، على الرغم من 100 سنة مضت على سقوط كيانهم ودولتهم. فهذا الأمر حين لم يتقبله الغرب فرض نفسه علينا بسلطان القوة، ليس بقوة السلطان، ليس بالاحتكام إلى النظام. فأين النظم التي تحكمنا وهي تسمح للمواطن أن يعبر عن رأيه إلا بموافقة معينة؟ فمن هنا كان الإسلام ليس بحاجة إلى مثل هذا السؤال، ولكن للضرورة سألت فأجبنا، وإلا فالإسلام مجرب. في سياق الحديث عن النهضة الحضارية الإسلامية، ثمة جدل ربما من عقود لم ينتهي ولم يحسم حتى الآن، هو يتعلق بطبيعة العلاقة بين نهوض حضاري إسلامي محتمل والأخذ عن الحضارة الغربية. إلى أي مدى النظر في الحضارة الغربية والنهل منها شرط لازم لإنتاج حضارة إسلامية حديثة قوية؟ قطعا الجواب هنا أنه لابد أن نقدم له بمقدمة. هناك فرق بين التأثر والانتفاع، بين الأخذ من حضارة وبين الانتفاع
من معطياتها التي تعيش فيها. الحضارة دائما تقترن بالمدنية. الحضارة الغربية عندها مدنية، ومدنية خاصة بها، ومدنية عامة لكل الناس. فالمسلمون لا يمكن أن يأخذوا من الحضارة الغربية، لأن الحضارة الغربية مبنية على أسس عقائدية وأصول دينية غير الأسس العقائدية والأصول الدينية للحضارة الإسلامية. ولكن المسلمون ممكن أن يأخذوا من المدنية الغربية. فهناك فرق بين الحضارة والمدنية. الحضارة متعلقة بنظام الحياة، المدنية متعلقة بوسائل المعايش، وهي منتج حضاري في النهاية. المدنية يعني لا، الحضارة المدنية ليست منتج حضاري، وإنما المدنية منتج علمي. فهناك فرق بين الثقافة والعلم والحضارة والمدنية. الحضارة هي المفاهيم عن الحياة التي هي منتج للعقيدة، المدنية هي منتج للعلم ليس للمعرفة، وإنما للعلم التجريبي، للإدارة والفنون. فهذه عائمة شائعة لكل الناس، لكن ممكن أن يكون هناك مدنية خاصة متعلقة بالحضارة الغربية. مثال: بناء البيوت بلا جدران، هذا جزء من الحضارة الغربية مثلا يعني. لكن صناعة السيارة أو مكبرات الصوت أو هذا التلفاز الآن التي نحن شاهده، هذا جزء من المدنية التي أنتجها العالم الغربي نتيجة تخلف المسلمين عن هذا التقدم المادي. فنحن ممكن أن نأخذ هذا ونستعمله، ولكن نستعمله بمفاهيمنا النهضوية والثقافية، بمفاهيمنا الحضارية. فهناك فرق بين الحضارة والمدنية، بين الثقافة والعلم، بين النهضة الصالحة الصحيحة وبين النهضة الصالحة غير الصحيحة، وبين التقدم المجرد بلا نهضة. هناك عوالم ومجتمعات ودول متقدمة ولكن ليس فيها لا نهضة ولا حضارة. لكن حتى لو أخذنا من هذه المدنية الغربية، يعني كيف يمكن الأخذ من مدنية غربية في وقت يقوم الخطاب الإسلامي حتى في يعني في مشروعه الحضاري، كثير من المفكرين الحضاريين الإسلاميين الإحيائيين يقوم هذا الخطاب على نقد الحضارة الغربية جملة وتفصيلا، يعني إزالة أي شرعية أخلاقية عنها؟ يعني ألا يوجد هنا نوع من التناقض قد يبدو ظاهرا؟ أنا لا أرى تناقض في ذلك. ونحن موضوع هنا لابد من التفريق بين أمرين، بين الأخذ والهدم. فالأخذ هو أخذ للبناء، فأي بناء بحضارة تقوم على أساس من معتقد إيماني صالح غير صحيح، صالح أن يبني حضارة ولكن بطريقة الغرب، بهذه الطريقة التي تعيش القلق وتعيش حالة الانتحار وتعيش حالة الفساد وضياع هوية الإنسان الفطرية، لا الفكرية والحضارية فقط، هوية الإنسان الفطرية. فهذه الحضارة حضارة تعيسة، ليست حضارة، هذه حضارة الشقاء للإنسان. فكيف إحنا نأخذ هذا الأمر؟ هنا لا يصح الأخذ، ولكن يصح الانتفاع. نحن لا نريد أنه الحضارة الغربية تهدم، وإنما نريد الإزالة. هذا هو الصدام وهو الصراع الفكري والكفاح الفكري السياسي والصدام الحضاري. فلذلك أن نحن لا نريد هدم الحضارة الغربية، وإنما نريد إزالتها بطريقة الإقناع نتيجة تقديمنا لمشروعنا النهضوي. أما أنه تكون هناك حضارة إسلامية، فهناك نوع آخر من الخطاب، ذاك الخطاب تقوم به السلطة الإسلامية، كيان الدولة الشرعية الذي يأخذ مداه لإنقاذ الإنسانية. وهناك خطابات، هناك أمم دخلت في الإسلام قديما من غير صراعات عنفية، وإنما عن طريق الإقناع، وشعوب ما زالت مسلمة ولم ترتد عن الإسلام حتى هذه اللحظة، وهي مسلمة تماما بل نموذج للإسلام، ولم يدخلها الإسلام بالقوة، وإنما دخل نتيجة إزالة حضارة بوجود مشروع نهضوي مقنع. طيب، يعني ذكرت أنه يجوز الأخذ من الحضارة الغربية وأسميتها يعني في الجانب المدني. الجانب المدني الغربية ما ننتفع به كمسلمين، لكن كيف يمكن التوفيق بين هذا القول مثلا وبين ما قاله ابن خلدون في كتابه المقدمة، أنه يتشبه المغلوب بالغالب في المأكل والمسكن والملبس، أو كما قال يعني ابن خلدون؟ يعني كيف يمكن التوفيق بين هذا وبين عدم الإقرار بالانهزام؟ نعم، هنا الجواب: ابن خلدون يتكلم عن حالة الانهزام ليست عن حالة البناء،
أمة منهزمة. الآن أمتنا نحن نعترف يعني حقيقة أن الأمة تعيش حالة الانهزام، حالة التردي، ولكن الأمة حية. وسبب انهزامها أو ترديها هناك عوامل شكلت هذه العوامل بمجموعها سببا. نعم. فأنا أتطرق للسبب قبل أن أجيب عن السؤال، أنه هذا السبب الذي أوجد حالة الانهزام عند الأمة أنه وجود ثلاثة أمور: استبداد الأمراء قديما وحديثا، عجز العلماء عن طرح المشروع النهضوي بشكل فاعل ومنتج، وجود الجماعات المشتغلة بنفسها. النقاط، معذرة أستاذ هشام، النقاط في غاية الأهمية ذكرتها. عندما يستبد العلماء وعندما يعجز الأمراء وعندما يعجز العلماء، ألا يدل ذلك على قصور ما في بنية الحضارات الإسلامية ذاتها غير القادرة على مثلا على تقويم الأمراء والعلماء؟ الإسلام شخص، الإسلام أولا وحي من الله، لكن الأفكار التي في دلائل، أنا لا أتكلم عن الوحي وإنما عن الحضارة. أخدمك، أنا أخدمك. نعم. وأتيك بالنتيجة. الله عز وجل حذرنا، قال: لم يكن الله مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروها بأنفسهم. نعم. قال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. فهناك قال الخلافة بعد 30 سنة، قال أنه ثم تكون ملكا عاظا، ثم يكون أمراء، وتكلم عن أمراء في أحاديث يطول ذكرها، ليس وقتها الآن. نعم. ثم تكلم عن حال الأمة في هذا الأمر. فليس هو المشكلة، ليست المشكلة في الفكر الإسلامي، وإنما المشكلة أنه اضطرب حال نضوج الأمة منذ بدء 60 هجرية، زمن الإساءة التطبيق ووجود العلماء الأمراء بشكل سلبي، بحيث فصلوا العلماء عن الأمة، ووجدت فتن كثيرة علمية وعقائدية جعلت الأمة تعيش حالة الانفصال أو الفراغ السياسي بينها وبين الأمراء. ثم أعقب ذلك مرحلة وجود الفرق، ومرحلة أنه بدأ عجز العلماء. وشخص هذا الداء علماء منذ القرن 3 الهجري، مثل الإمام الشيرازي في اللمع، مثل الإمام الماوردي في الحاوي والأحكام السلطانية، الإمام الجويني في الغياثي، الإمام الغزالي في الاقتصاد في الاعتقاد، حتى وصولا إلى ابن تيمية في مجموع الفتاوى، في كتاب الحسبة، في كتاب ما يصلح للحاكم أن يحكم به وما لا يصلح للحاكم أن يحكم به، ودرء التعارض أيضا، هذا في كتاب واسع هذا، لكن أنا ذكرت في مجموع الفتاوى. فإذا الفكر الإسلامي فكر معطاء، ولكن صارت حالة انفصام أولا بين الحاكم وبين العلماء. هذا الانفصام الذي ولد في الأمة حالة الفراغ السياسي. حالة الفراغ السياسي هنا لا المقصود فيها الحكم، المقصود فيها إساءة تطبيق الإسلام، والأمة تسكت لأن هناك أحاديث كثيرة تأمر بطاعة الحاكم الظالم ما لم يكون ناقضا للإسلام جملة وتفصيلا، كالملك الجبري. أما للجواب على سؤالك، أنه هنا الأمة الآن في زمن الانهزام، بعد أن كسر الجدار الخارجي للأمة. الجدار الخارجي للأمة هو هدم الخلافة العثمانية. الخلافة العثمانية مهما كانت فيها من أمراض وسميت بالرجل المريض، كانت محافظة على 4 أشياء في الأمة: كانت محافظة على تطبيق الإسلام، وحدة الأمة، وجود رئيس واحد للمسلمين، أن هناك أحكام شرعية تطبق. هذه الهيبة للخلافة حين ضرب الجدار الخارجي للأمة بالمؤامرات، واستمر الضرب تقريبا 300 سنة، الضرب من 1600 بدأ الضرب الهادئ إلى 1900 وتحديدا 1907. فهذه الحالة التي مرت في الأمة وهدم الجدار الخارجي، الآن وصلنا بعد 100 سنة إلى أن الجدار الخارجي بدأ الغرب ينظفه تماما، يعني أزاله تماما، فبقى الجدار الداخلي للأمة. هذا الجدار الداخلي من كثرة الضرب خلال 100 سنة لتشويه الإسلام بدأ الجدار يتصدع، وهو جدار العقيدة الإسلامية. فلذلك أنه الأمر ليس سهل. فهنا المنهزم، المسلمون أصبحوا بين 3 أحوال: بين جاهل بالإسلام
لا يعرف الإسلام، وبين متأثر منضبع بالحضارة الغربية، وبين إنسان متحير في فهم الإسلام، بين الحالة النخبوية والحالة الشعبوية، بين النظرية والتطبيق، بين الفلسفة والواقع. لا شك أن الحديث بقية أستاذ هشام، يعني الآن انتهى وقت الحلقة. أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أشكر فيها على المشاركة الأستاذ هشام البدراني، رئيس مؤسسة العبادلة للدراسات التطويرية. شكرا لكم على كرم المتابعة. في حراسة الله.